السلام عليكم. عن طريق الخطأ، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة تابعة له على حدود غزة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم طائرة مسيرة تابعة له على حدود قطاع غزة عن طريق الخطأ. وقال الجيش في بيان نشره على حسابه على تويتر: أسقطت قوات الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق اليوم طائرة مسيرة تابعة لها قرب حدود قطاع غزة. وأضاف: سقطت الطائرة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة ويجري التحقيق في الحادث. وغالبا ما يستخدم جيش الاحتلال الطائرات المسيرة في تنفيذ هجمات ضد أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة أو لأغراض استطلاع والتجسس. وفي سياق متصل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له أمس إن طائراته قصفت 6 مقرات عمليات يستخدمها نشطاء وحدة الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.